حال الطقس. كوكو سي سوريز، وهذه حال الطقس على EFM. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. هذا حال الطقس نهار 3-17 ديسمبر على EFM. في تونس وضواحيها سماء طريفون بتسحب وشوية تونة شميسة، 17 درجة الحرارة وريح معتدلة. في الليل السحاب يمشي على روحه، 10 درجة الحرارة وريح تولي ضعيفونة. منزل بورقيبة ولاية بنزرت، شميسة تهبل تحوس وحدها في سماء كالمليكة، 17 درجة الحرارة وريح معتدلة. في الليل يولي فما طريفونة سحب عابرة، 8 درجات الحرارة دونك باردة والريح تقعد كما هي ما تقويش. الميدا ولاية نابل اسحاب ماشي جاي في السماء والشمس واقفة تتفرج، الحرارة 16 درجة والريح فابل. في الليل تقعد السماء مسحبة دوبلاش، 13 درجة الحرارة والريح تعتدل. مكنين ولاية المستير فما شميسة وشوية اسحاب يلعبوا في السماء، الحرارة 18 درجة والريح ما فماش. في الليل سيال بو نواجو 11 دغري تمبيراتور والريح تقعد ضعيفة. مكنين اسمها جاي من البربري، اسمها كان ماكنا معناتها الهضبة. فيها جامع سيدي بولبيبة اللي يرجع للقرن 13، وفيه متحف صغير ان موزي نلقاو فيه كتب قرآن قدم بالكدي، ودي بياس دو موني زاد قدم فلوس قديمة، اي دو لا كاليغرافي وبيان سور كيلكو بيجو. سي افوار تو نتعداو للكوكو دي جور ونسلمو على الناس اللي يسمعو في EFM من كوبنهاغ في الدنمارك. مريرة صحاب ومريرة شمس عندهم في كوبنهاغ، التغريد اكثر من الكوسكسي، اللي يقول شمس يقول الدنيا سخونة، اما عندهم الحرارة ما تفوت 7 درجات في النهار، اما الريح معتدلة مش قوية. في الليل تسحب على الاخر تولي 3 درجة كهو الحرارة والريح تقعد مدغي. الحمد لله اللي احنا في تونس الدنيا عنا اسخن شوية، 17 درجة الحرارة فما شميسة كمان تحسها، ممشي فما شوية صحاب. في الليل تولي 10 درجة الحرارة والريح ضعيفونا. كان هذا حال الطقس على EFM. باي باي. حال الطقس